بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في خير وعافية. اسمحوا لي في هذه الليلة وفي بداية هذه الحلقة أن أنقل لكم قصة شخص فاسد يريد التوبة. شخص قضى حياته بالفساد، الفساد المالي والفساد الاجتماعي، ولكن يريد أن يتوب. فاسمعوا قصته، قصة إنصافا ملفتة، وقصة تحتاج إلى أن نقف عندها ونتمعن فيها ونبحث عن مثيلاتها في حياتنا اليوم. هل يمكن أن نحصل على شخص فاسد يتوب بهالطريقة هذه؟ استمعوا إلى هذه القصة. شخص اسمه علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة كان في زمن الإمام الصادق. يقول: كان لي صديق من كبار جهاز وحكومة بني أمية. يقول شخصية بارزة في جهاز بني أمية الحاكم. يقول: إجاني هذا صديقي، قال لي امشي روح إلى صاحبك، أخذني إلى صاحبك. يقصد صاحبه أنه أخذني إلى الإمام الصادق. يظهر هذه الشخصية اللي جاء نتكلم عنها الفاسدة والمسؤولة في جهاز بني أمية شخصية ما عنده كثير ارتباط بالخط الصحيح وأئمة أهل البيت. يقول: خذني إلى صاحبك. ابن أبي حمزة قال: امشي. يقول: استأذن لي على أبي عبد الله، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله، يعني روح أخذ لي وقت، أخذ لي عليه حال وقت زيار وروح للإمام الصادق. يقول: فاستأذنت له، رحت أخذت له وقت، الإمام قال: تفضلوا. يقول: فلما دخل سلم وجلس، ثم قال هذا الفاسد المسؤول الفاسد جاء للإمام الصادق، قال الإمام الصادق: جعلت فداك، أنا أروح لك فدوة، إني كنت في ديوان هؤلاء، يعني أنا كنت في جهاز الحاكم، كنت في ديوان هؤلاء القوم، يقصد بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا. أنا لما كنت بالسلطة وكنت بالجهاز وكنت بالحكومة هو حصلت فلوس كثيرة، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. يعني في الواقع أغمضت في مطالبه، يعني ما درت بال من وين جت الفلوس. الإنسان لما يطالب الفلوس يدري هذه من وين وعلى أساس تجيني وليش تجيني. يقول: أنا لا، حسب تعبيرنا ما درت بال من وين تجي تجيبه، لملم فلوس واختلاس ورشوة وعلى أي حال، تدرون جهاز حاكم وهو مسؤول. فقال أبو عبد الله الصادق: اسمعوا أيها الأحبة ماذا يقول الإمام الصادق لهذا المسؤول الفاسد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم
ويجبى لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. شي يريد يقول للإمام الصادق؟ هذا درس لنا جميعا، هذا درس لنا جميعا. قال له وين كنت تشتغل؟ قال له كنت أنا بالسلطة بالجهاز الحاكم أو بالحزب الفلاني، مو مهم. الآن أكو أشخاص بالأحزاب وبالجماعات هم نفس الأسلوب يعني. الإمام الصادق قال له، قال له تدري بني أمية، بني أمية لو مثلك وأمثالك، لولا مثلك وأمثالك من شيعتنا كانوا بجهازهم، تدرون كلكم تدرون، أنا ما أريد أن أفصل في هذا المجال، يعني الشيعة اللي كانوا في جهاز البعث الصدامي من مخابرات واستخبارات وأمين، وكانوا في الواقع، أنا قرأت قصص كثيرة للمعتقلين في زمن صدام أنه المعذبون منهم كانوا. يقول سيدنا الأكثر كان يعنف علينا ويعذبنا كانوا شيعة من جماعة البعثيين والأمن والاستخبارات. يقول حتى أن الضابط السني ما كان هالقد يقسي علينا، بس هذا لأنه يثبت ولاءة إلهم أكثر فكان يعذبنا أكثر، حتى يقول ترى أنا وياكم، ترى أنا المذهب الشيعي كذا ما يخليني أرأف بهم. الإمام الصادق شي يقول له؟ يقول له مو أنتوا كنتوا مع هؤلاء ما كان تقوى علينا لا البعث ولا صدام، لو ما كنتوا أنتوا تجبون الفلوس وتعملون تكتبون تقارير وتنفذون مخططاتهم واعتقالاتهم وتروعون المؤمنين وتتجسسون على المؤمنين وتعذبون المعتقلين، لو مو أنتوا ما كان بقوا هؤلاء. يعني ما مشو شي يقول له، يقول له لولا أن بني أمية وجدوا، يعني شافوكم، وجدوا من يكتب لهم يعني يساعدهم ويجبى لهم ويجبي لهم الفيء، يجيب لهم فلوس، يلملمه لهم تبرعات وكذا. أنا شخصيا جاء أتكلم عن نفسي، أنا كنت بصف الثالث متوسط في مدرسة الخليل، متوسط الخليل بالنجف، أنا شخصيا مدير المدرسة كان واحد، مدير المدرسة كان واحد بعثي بالنجف معروف، هذا كان يضربني ويبسطني حتى أنطي 100 فلس حتى دعم لكذا، وأنا ما كان عندي، ما كنت أنطي، كان يبسطني. يجبي لهم الأموال، شوفوا، ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم، جبهة نركض، ما أدري اعتقالات نسوي، ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم، صلاة جماعتهم وياهم، الاحتفالاتهم مؤتمراتهم كذا، احنا وياهم صفق لهم، وشوفون انتو، شوفون انتو شلون يعدمون الشباب ويهجرون المؤمنين، وشلون واقفين يصفقوا لهم ويهنوهم. ويشهد جماعتهم، يقول لولا اذول الجماعة مثلك وامثالك ما كانوا يدعمون هذا النظام لما سلبونا حقنا. لو بني أمية ما واقفين وياهم وما مقويهم احنا ما كنا هيك مظلومين، لما سلبونا حقنا. ولو تركهم الناس، لو أنتم ما داعميهم ما مشجعيهم ما مستقبلين رئيسهم ما مصفقين وراء موكبه وما في أيديه، ما وجدوا. ولو تركهم الناس وما في أيديهم، يعني لو ما داروا لهم بال ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. يقول له أنتم ما من أيديهم ما واقفين معاهم ما كان يستمر بني أمية، ما كان يحصل هيك شيء حسب تعبيرنا قوة وسيطرة وسلطة. فقال الفتى، اسمعوا، هذا الإمام عليه حال انتقد انتقاد لاذع، والآن قد البعض يزعل من عندي ليش هالانتقاد اللاذع. أخواني الآن نحن جنعاني، الآن جنعاني، المحابات والمجاملات للفاسدين والجهاز الحاكم والأحزاب والكذا، هذا في الواقع لما أنا أجامل وأنا لما أحابي بلا أشكال يتغولون يقوون ويسيطرون ويخوفون في النهاية. فقال الفتى، هذا الفاسد اللي جاي، جعلت فداك، بس أنا جاي أنا بخدمتك، فهل لي من مخرج منه؟ بس أنا ململم فلوس ومجمع فلوس وصار عندي أرصدة بالملايين،
أكو طريق أن أتوب، فهل لي من مخرج منه؟ فقال عليه السلام: إن قلت لك تفعل، لو أبين لك الطريق للتوبة سويها؟ فقال: أفعل. إيه، أنا جاي مصمم أن أتوب. قال الإمام عليه السلام: أخرج، اسمعوا أيها الفاسدون اللي تريد التوب، ترى تروح للحج ما يفيدك، هاي الحج تروح الحاج، والله أريد أروح سيدنا شوية أعطي خمسي وأروح للحاج، ترى ما يفيدك، الأموال اللي عندك شوف من وين جاية. نعم، مو بس بالتوبة بيدك سبحة وبك يا الله وما أدري سوي لك موكب، ترى هاي ما تفيدك، اسمع. فقال الإمام له: تفعل ما أقولك، يعني بهالمعنى أنه إن قلت لك تفعل، قال: أنا أفعل. إيه، أنا مصمم. فقال عليه السلام: أخرج من جميع ما كسبت في دواوينه، الفلوس اللي حصلتها بأيامك، أيام اللي كنت معهم ومسؤولياتك وكذا، كلها أطلع منها، أطلع منها، اللي تعرفه رجع له فلوسه، من منو ارتشيت ومن منو أخذت ومنو سلبته، منو نهبته، منو سيطرت على فلوسه وعرسته، رجعه. أخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله. إذا تعرف شخص التماخذ وماكله وسالبه، رجع له، رددت عليه ماله. ومن لم تعرف، إذا ما تعرف تقول: سيدة ما أدري أنا هاي فلوس أخذتها رشوة بس ما أعرف منه، فتصدق، فتصدق. ومن لم تعرف تصدقت به، تصدق بها الأموال، وأنا أضمن لك الجنة. الإمام صادق قال له حكاية، وهي أنا أسميها شنو؟ مقايضة. التوب توبة نصوحة، التوبة النصوحة كل فلوس الحرام طلعها من جيبك ومن بيتك ومن وضعك، وأنا أضمن لك الجنة. أنا الجنة أخي أخليها من نصيبك. واضح إخواني؟ إمام صادق يتكلم، مو واحد منا ومنا، لا لا، الإمام الصادق. قال علي بن أبي حمزة اللي هو اللي جاب هذا الإمام، يقول: فأطرق الفتى طويلا، اسمعوا أيها الأحبة، يقول نزل راسه فترة طويلة، بعدين قال: فقال: قد فعلت جعلت فداك. أنا اللي تقول أسوي، خلص، قد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: اسمعوا ايش سوى هذا الولد، هذا الفاسد المسؤول الفاسد، شوف ايش سوى. فقال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى إلى الكوفة، فما ترك، اسمعوا جيدا، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه كلها أنطاه. اللي يعرفه رجع لي، قال: بابا أنا أعتذر وبري لي الذمة، وهاي فلوسك يا أبا، أنا ظلمتك وهاي قاعك، وأنا استوليت عليه، هاي قاعك. ويقول خرج عن كله حتى ثيابه التي كانت عليه. قال هذا ابن أبي حمزة، يقول: قال: فقسمنا له قسمة، واشترينا له ثيابا، وبعثنا له بنفقة. يقول احنا لملمنا، احنا الشباب الشيعة لململانا خطية، سوينا لمة إلى حتى نشتري له ثياب وبعض المؤنة والأكل. يقول: فما أتى عليه أشهر قلائل، هذا الولد بعد أشهر قلائل، حتى مرض مرضا، فكنا نعوده، نروح نزوره باعتباره مريض. فقال: دخلت عليه يوما، هذا الولد التائب اللي طلع من كل مال الحرام ورجع إلى الله، يقول: فدخلت عليه يوما وهو في السياق، سياق يعني جاي عالج، جاي يحتضر، ففتح عينيه. اسمعوا يا شباب، فتح عينيه هذا الولد الفاسد التائب اللي الآن مريض، يقول: فتح عينيه ثم قال لي: يا علي، علي منو؟ علي بن أبي حمزة، هذا صاحبه، يا علي، وفى لي
وفى والله صاحبك. صاحبك منه؟ الإمام الصادق. ترى وفى بوعده. يا علي وفى والله صاحبك أو والله صاحبك. ثم مات، راح. علي بن أبي حمزة يقول أنا رحت لمكة زرت، وبعدين رحت للمدينة زرت الإمام الصادق. يقول ثم مات فولينا أمره. فولينا أمره يعني تدرون غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله الصادق. يقول أبي عبد الله الصادق من شافني فلما نظر إلي قال، منو قال؟ الإمام الصادق. قال يا علي وفينا لصاحبك. ترى إحنا حكايتنا اللي قلناها شنو؟ وفينا بيها. فقلت صدقت يا مولاي، جعلت فداك. هكذا قال لي عند موته لما كان ينزع وكان يحتضر، فتح عينه وقال لي أن صاحبك وفالي، وهذا يعني أن الجنة مأواه. أيها الأحبة، قصة حقيقية ولكن يمكن لها أن تتكرر عند من أغرته الدنيا، عند من قضى حياته بالظلم والجور والفساد والهتك. هل يمكن إنسان أن يرجع؟ الدنيا تسمح له؟ قلبه يسمح له؟ لا أدري، ولكن يحتاج إلى توفيق أن الإنسان يغير من حياته، يغير من طريقته، ويحاول أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولو شنو؟ لأيام. أما تجي والله سيدنا يروح للحاج، الأيام هواية تزطون، يروح للحاج سيدنا وتدري، وبعدين يشرح لي أنا شلون فلوسي وشلون كذا وش الرشاوة وكذا والفساد والمقاولات، ما تفيد هذه. إذا الإنسان ما يطلع من الحرام بحياته، ما يطلع من الظلم، الظلم أيها الأحبة، الظلم هذا ظلمات يوم القيامة. شقد موظفين، الله يعلم شقد موظفين في هالدوائر يظلمون الناس، يظلمون العجائز والكبار والصغار. تقول لي إحدى النساء، تقول سيدنا الله شاهد، إجيت من الديوانية وعندي مراجعة في دائرة من دوائر المحافظة في النجف، والسيدنا تعاملوا معاي تعامل كسروا خاطري، وبأذية وبعنجهية وبعدم أخلاق. يقول يردني وبعدين يقول لي أنه تفعيلي ويساومني، يساومني على الفلوس، يساومني على القضايا. شي جاوب الله يوم القيامة؟ شي يقول لرب العالمين يوم القيامة؟ يقول لرب العالمين يا ربي أنا هذه ترى وظيفتي، كنت وظيفتك على أي حال تاذي الناس تظلمهم لأنك موظف، لأنك قاعد ورا طاولة. اعلم أن هذه الدنيا في الواقع ما تدوم لأحد. لو كانت دائما الأحد ما كنت أنت الآن قاعد، كان قبلك البعثيين، وقبل البعثيين كانوا شيوعيين، وقبل الشيوعيين كانوا ما أدري كذائيين. الدنيا هذه، فارجعوا إلى الله، أيام طيبة وأيام على حال يمكن الإنسان أن تأخذه صحوة، صحوة التوبة والرجوع. وليس على الله بعزيز، رب العالمين يقبل التوبة عن عباده. الإمام الصادق قال له صحيح أنتوا دعمتوا الأمويين، أنتوا قويتوهم، قويتوهم علينا، وظلمنا إحنا بسببكم، إحنا انظلمنا بسببكم، ولكن إذا ترجع إلى الله، الله سبحانه وتعالى يتوب. نعم، عندي متصل، تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم سيد ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو عن سماع القصائد الغنائية تكون مصحوبة بموسيقى، هذه تفيدني أثناء دراستي، أنا طالبة في قسم اللغة الإنجليزية، مثل هكذا قصائد غنائية مغنات تكون بمفردات صحيحة ولفظ صحيح وأيضا ترجمة، وتحسن من قوة الإنجليزية عن توصلني بصورة أسرع. يوجد طرق بديلة، لا أخفي عليك ذلك، ولكن هي تكون من الطرق السريعة اللي ممكن أن نحفظ بها أكبر قدر من الممكنات. صحيح الأخت، واضحة كلمتها.
تقول أنا أريد أتعلم اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية لها وسائل، واحدة من وسائلها أنه مقاطع غنائية تعلم اللغة، تعلم الألفاظ والتلفظ الصحيح للغة الإنجليزية والكلمات. وهي تقول أكو وسائل أخرى، أكو وسائل أخرى وهي الطريقة القصصية أو سماع الأخبار باللغة الإنجليزية، أكو وسائل. يقول بس هذه أسرع، فيجوز لي أن أسمع الأغاني بالموسيقى كذا حتى أتعلم اللغة الإنجليزية. الجواب لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. أنت ما تقدرين تتعلمي اللغة أو كذا وأكسب شهادة في معصية الله، ما يصير، معصية الله حرام. فاذهبي إلى الوسائل الأخرى. يا بشوي راح تأخري في طاعة الله، مو أنه أنا أتعلم وأسرع والله حتى لو كان على حساب ديني وعلى حساب رب العالمين. هذا لا يجوز أختي الكريمة. نعم، متصل آخر. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. أنا صاحب محل لبيع المواد الغذائية، وأكو ناس تشتري من عندي بالدين، هل يجوز لي أن أحمل المواد الغذائية اللي أنا أبيعها؟ طبعا يعني يجوز لي بعلم أو بدون علم اللي أنا أبيع لي. وشكرا سيدنا. السلام عليكم. سؤال جميل. يقول أنا عندي محل وأبيع بالنقد، يعني هذا القلم 1000 دينار أبيعه، بس أكو ناس يشترون بالدين. هذا القلم الآن ما يعطيني فلوسه، يقول على رأس الشهر. فيقول أنا أحمل هذا القلم، القلم 1000 دينار أبيعه 1000 وربع، يجوز لي؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تبيعه بأغلى، لأنه الأجل له شنو ثمن. وهاي العبارة لا تنسوها، الزمن له ثمن. إذا أنت تبيع حاجة نقدية سعرها النقدي يختلف عن سعر شنو الدين، سعر الفقدي إن صح التعبير. فنعم لا إشكال في ذلك. وأنت تقول له عفوا ترى هذا ب1000 دينار، بس إذا ما تعطيني فلوسه الآن أنا راح أبيعه ب1000 وربع، لأنه فلوسه راح تبقى عندك وأنا ما راح أستفيد من عندها، وأحتاج أن شنو أن أتاجر بيها، والزمن هذا بالنسبة إلي شنو إلى قيمة. فيقدر الإنسان أن يبيع السلعة بالنقد بسعر وبالآجل بسعر آخر، وهذا ليس من الربا وإنما هو نوع بيع. الفقهاء يقول البيع على قسمين، بيع النقدي وبيع النسيئة. نسيئة يعني بعد شنو بعد زمن ويأخر. هذا البيع النسيئة بالتأخير هذا لا إشكال يجوز له أن يرفع السعر. نعم أبو نور، تفضل يا أبو نور. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. سؤال عفوا، صوتك شوي. نعم شوي في نوع تأثير. مو واضح صوت أبو نور. نعم صوتك مو واضح أبو نور حبيبي. إيه تمام. وقف المرجعي حاول حسب العرق حالي. إذا الأخ علي الله يحفظه الشمري، إذا الأخ علي فهم السؤال خليه ينقل لي طيني بصمة. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. بلا زحمة، أنا عندي بيت والبيت ها أنت البدل الأجار أنا بلغتهم الشهر 15، هسه أبو البيت يقول مو من حقك شرعا أنه تعينين أنت مبلغ بدل الأجار. بدل الأجار أنا أعينه، يعني أبو اللي راهن البيت من عندي هو اللي يحدد بدل الأجار. من ناحية شرعية أبو البيت اللي يحدد، لو اللي راهن بالبيت وقاعد بالبيت هو اللي يحدد. الله يرحمه. واضح، حياكم الله. الأخ أبو نور سؤال يقول ما موقف المرجعية من الحكومة الحالية؟ هذا سؤال سياسي، يعني شنو دخلي في الموضوع؟ يعني أنا أشكر الأخ أبو نور على اتصاله ومداخلته، بس حبيبي موقف المرجعية تسأل المرجعية، وأنا لست لا ناطق عن المرجعية ولا ممثل المرجعية ولا هم يحزنون. فواحد يسأل المرجعية شنو موقفك، وهذا مو من شأني أن أتكلم في هذا المجال. مشكور حبيبي. أما الأخت صاحبة البصمة الصوتية تقول أنه أنا عندي بيت ومأجرته، بس أجرته برهن. يعني شنو رهن؟
تقول أنه أنا قلت للآخرين إذا تردون بيت يتأجروا انطوني مثلا 10 ملايين أو 20 مليون وقعدوا بالبيت وتأخذ إيجار رمزي. تقول هذا يصح له ما صح؟ أخواني أنا تكلمت عن هالقضية هذه، عن هالمسألة، تكلمت بشكل مكرر أن ما عندنا شيء اسمه إيجار برهن، ما عندنا شيء إيجار برهن، ما عندنا الرهن. الرهن هي وثيقة، الرهن وثيقة لدين، واحد يأخذ مني فلوس بعنوان أرضى حسنة حتى أنا أضمن يرجع ليها، فأخذ من عنده وثيقة. هاي الوثيقة شنو؟ على حال ينطيني سيارته مثلا يخليها عندي، أو ما أدري ذهبات عند زوجته، أو وسائل معينة يقول يا أبا هذه خليها عندك، أو ضامن يجي ضامن يضمن. هذا الرهن وثيقة دين. أما اللي جاي يصير الآن يأجرون بيت برهن، هذا في الواقع ليس حقيقته الرهن، وإنما اللي جاي يصير هذا أنه أنا رجاء انتبهوا، هاي قضية شوية حساسة ولطيفة. أنا شو أقول؟ أقول للناس يابا أنا بيتي أأجر ب500,000 دينار، اسمعوا جيدا، أأجر بيتي ب500,000 اللي يعطيني إيجار، ولكن باعتبار أنا أحتاج فلوس، فشقول أقول أنا أأجر بيتي للي يقرضني، أأجر بيتي للي يقرضني قرض حسنة 20 مليون، اللي يقرضني قرض حسنة 20 مليون أنا أأجر بيتي إلى بتخفيضات، هذا ما في إشكال. يسموه شنو؟ يسموه إجارة بشرط الدين، إجارة بشرط، ما في مشكلة، أنت تقدر تحددي، مو إلا هو يحدد. هذا الأمر يرجع لصاحب البيت. نعم متصل، نعم يظهر البصمات أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام. بلا زحمة، بالنسبة لخصوص الأضحية، إيه؟ استفتاءات السيدة السستاني هي تجزي عن العقيقة، ويجوز اشتراك عدد يعني غير محدود بهاي الأضحية الواحدة، فالتجزي عن العقيقة عنهم جميعا رحم الله. إخواني نظام البصمة إلي أحسن، ليش؟ واضح الكلام وأنا أجاوب، أما الاتصال إذا مو واضح يعني راح يسبب لنا شوية تأخر. الأخ يقول الأضحية، أريد أسوي أضحية، هل تجزي هاي الأضحية عن العقيقة؟ إخواني الأضحية مستحبة، والعقيقة مستحبة، والصدقة مستحبة. الإنسان يقدر أن يعمل هذا الشيء، أن يضحي باسم العقيقة، ولكن عن أشخاص جماعة، العقيقة عن شخص، العقيقة عن ابني الصغير أو عن بنتي، أما أنه عقيقة عن عشيرة لا، عقيقة عن عائلة لا، العقيقة عن شخص واحد، ما يصير جماعة. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير سيدنا الجليل أنت وكل الأخوة المشرفين على هذا البرنامج المبارك. حياك الله. عندي سؤال. أكو حديث منسوب لأهل البيت عليهم السلام يقول الناس أما عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة وهم جرعاء، فهنا العلم اللي يقصدون به هل هو العلم الديني فقط لو أي علم من العلوم اللي موجودة بالدنيا؟ جزاكم الله خير الجزاء. أحسنت بارك الله بك، سؤال جميل. يقول حديث عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه يصنف الناس إلى 3 أصناف. الحديث هذا يصنف الإمام الناس إلى 3 أصناف. صنف يقول الناس 3، إما عالم رباني، يعني عالم أدى عليه حال دين ومروة وأخلاق وعدالة، فهو عالم رباني، فالناس قسم منهم علماء ربانيون، وقسم منهم متعلم على سبيل نجاة. يعني شنو؟ يعني أنا أتعلم أمر الدين والحياة حتى أخلص من يوم القيامة، أخلص في يوم القيامة، أتعلم على سبيل النجاة يوم القيامة. شنو يعني أتعلم الصلاة حتى أصليها، أتعلم الأخلاق حتى أتخلق بها، أتعلم الصوم حتى أصوم، أتعلم أمور ديني حتى أخلص يوم القيامة من الحساب. فإذن إما عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة. أما جماعة لا، همج رعاع، همج رعاع، أتباع كل ناعق، كل واحد يصيح، كل واحد يهوس يركضون وراه،
وذول اللي مدمرين المسلمين، ذول اللي مدمرين المجتمع. الجماعة الهمجية، الجماعة الفوضوية، هذه اللي في الواقع كل معاناة الإسلام والمسلمين من هؤلاء، كل معاناة الإسلام والمسلمين. الذين وقفوا أمام علي هم الهمج الرعاع، الذين حاربوا عليا في الجمل هم همج الرعاع، الذين حاربوا الحسن ووقفوا ضده همج الرعاع، الذين قتلوا الحسين همج الرعاع. واليوم ما نعانيه في عالمنا الإسلامي هي الحالة الهمجية، الحالة الشعبوية الغير الفاهمة. نعم، أي واحد يسوي له بوس، أي واحد يسوي له كذا، ويلا ركضوا فزعوا. هذه اللي يشوفوها الآن، الآن يشوفوها شلون العشائر بيناتهم تتقاتل تتقاتل. يتصل عليه واحد، يتصل عليه واحد يقول سيد الله شاهد، احنا قاعدين في منطقة ما أريد أجيب اسمها في البصرة، يقول الله شاهد سيدنا يم بيتنا كأنما جبهة وإحنا في ساتر، المذنبات والرباعيات والصواريخ كأنه إحنا في جبهة، بين عشيرتين مؤمنتين شيعيتين تقتل بعضها بعض. أليست هذه همجية؟ أليست هذه عبثية؟ نعم صدقت يا أمير المؤمنين، أكثر الناس همج رعاع، أما المتعلم على سبيل النجاة هو الإنسان المتدين الملتزم اللي راح ينجو إن شاء الله تعالى بعمله. نعم أم حسين تفضلي. ألو، السلام عليك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك سيد سنون، حياكم. يقول لك سيدنا بدون زحمة عليك عندي سؤالين. ألو، تفضلي حجي سريع شوي تفضلي. أول سؤال، هاي بنت أختي، أختي مطلوبة بكربلة، محل خذت من عده شغلات وودت، ما لقت، خذت من الأبو ما لقت، لقت الولد وغايبتها، تقول شلون طيتين لابنه، ما تعرفين من يقول ابنه مو ابنه، ما يجوز الا هو وراء الشسمه هذا ابو المحل الماخذ من عنده اللي تطيني، ما يجوز انت تطين لغير واحد. هم صحيح هاي لو حكمها شنو؟ سؤال الثاني، الثاني هاي مرت اخويا بنتها حامل، حامل بيها بنية وراس مالها يقولوا لها بي ماي تايين لو هسه تسوي عملية لو من يصير بشارة الثامن بالتاسع، وتقول من يجيبونها، خلي يجيبونها بالمستشفى ويضربونها أبرة مال يموتون الطفل، يقول حتى لو واحد مني يريد يجالع ويريد يموت وماكو ما يموت يتأخر يضربونها هاي أبرة مال الرحمة على أساس بساعة تموت الليل. حياك الله أختي، حياك الله. هاي أم صحيح؟ حياك الله، حياك الله. الأخت أم حسين سؤالها الأول تقول أنه إحنا مطلوبين عند واحد أبو دكان، مطلوبين فلوس، فنروح ننطي الحساب، ننطي الحساب لواحد بالمحل، سأبنة أو صانعة أو واحد، فيصير إحنا نروح نسدد ديننا لأبو الدكان، مو لأبو يعني ليس لأبي يعني صاحب المحل اللي واقف في المحل كافي. نعم إذا كان واقب المحل مخول، اللي واقب المحل مخول، لو ابنه لو صانعة لو وكيلة لو كذا، فإذا مخوله واقف نعم نقول يا أبا هذه الدين والدفتر اكتب أنه وصل، ما في إشكال يعني، مو إلا تطو إلى صاحب المحل بالذات. سؤالك الثاني أنه يضربون أبرة حتى يقتلون الطفل أو كذا، هذا لا يجوز، الإنسان الحي لا يجوز قتله لا بأبرة ولا بدواء ولا إلى ذلك، وإنما حرام شرعا قتل النفس المحترمة سواء كان جنين أو كان كبير. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم، هل يجوز الأضحية للعدل بالحياة؟ يعني مو شرط المتوفي، وهل يجوز الأضحية لعدد من الأشخاص؟ يعني أنا أقدر أسوي لعائلتي كلهم وأضحية واحدة، رحم الله والديكم جزاكم الله خير. أحسنتم بارك الله بكم، سؤالكم جيد، أنه الأضحية نسويها إحنا، يجوز أن واحد تكون الأضحية للحي؟ نعم الأضحية للحي وللميت، الأضحية للحي والميت، في يوم إن شاء الله عيد الأضحى واحد يشتري له أضحية يعني شات أو عجل أو كذا ويذبح للأحياء والأموات لجماعة، يعني أنا أذبح هاي الأضحية عن والدي وأخوتي وأولادي وبناتي، ما في مشكلة، الأضحية يمكن تكون لجماعة وعن جماعة لا إشكال في ذلك. نعم
نعم تفضلوا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. لدي سؤال حول الذرية الصالحة. ابني عمره تقريبا 23 سنة، لكنه في الحقيقة لا يصلي، يعني صلاته قد تكون متقطعة وأحيانا لا يصلي نهائيا. ماذا أفعل معه؟ يعني حاولت معه كثيرا من ناحية النصيحة والتوجيه، ومع العلم أننا عائلة ملتزمة، أنا والدي والدتي وأخوانه وخواته، كلنا يعني كلنا جميعنا نصلي في البيت، هو الوحيد الذي لا يصلي. فحاولت معه بالتوجيه والنصيحة لكن لا فائدة، مع العلم أنني عندما كان طفلا كنت أصطحبه معي إلى المساجد والصلاة زين، لكن عندما أصبح حد البلوغ لا أنكر أن بعض أصدقاء السوء أثروا عليه، وحاولت أن أبعده عنهم لكن بدون فائدة، لأنه يعمل في موقع معين وقد يكون هؤلاء لهم تأثير. واضح، حياك الله. أم حسين شنو مرة ثانية تصل؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيد أنا عندي أطفال 4 متوفين، عمرهم حوالي هيك يطلع عمره 3 أيام 4 أيام، وعندي ابنية عمرها سنة، هم إلهم ضحية ذولا سيد؟ حياك الله أم حسين، الله يرحمهم إن شاء الله تعالى ويعطيك الصبر. الأخ صاحب البصمة يقول الذرية الصالحة، يقول أنا ابني عمره 23 سنة وكان بزهرة وياي يصلي وكذا، ولكن الآن بعد ما بلغ قام يترك الصلاة وما يصلي، وكل العائلة ملتزمة بس هو ما ملتزم، يقول شنو اللي أسوي له؟ شوف يا أخي الكريم، أخي العزيز، مسألة الولد وتربية الولد ترى هي مو قضية أنه أنا أوكله وأشربه وأشتري له وألبسه وأخليه بالمدرسة الأهلية، هاي ما يسموها تربية، هاي يسموها رعاية، أنا جاء أراعي أولادي وأصرف عليهم وأبذل لهم وأنفق عليهم، هاي رعاية، والرعاية ليست تربية. التربية يعني لابد أنا أوجهه بطريقة وأصادقه وأتقرب إليه وأقرب إلي، وأحاول أنه أزرق فيه محبة الله، أزرق فيه القرب إلى الله وارتباط بالله، هذا هو، هي هاي التربية. أما أنه أخليه أفضل المدرسة، أنطي أفضل موبايل، هاي كلها رعاية، هاي الرعاية المادية والرعاية الحياتية والمعيشية ليست تربية. ابنك الآن مشكلته الأساسية هم الأصدقاء السوء والجو اللي يعيشه، هذا الجو اللي يعيشه هو اللي جاي يسحبه للغلط. وللأسف الشديد إحنا لما نشوف ابننا بداية فساده أو بداية انحرافه نقول ها عيفس إن شاء الله يرجع، أي خلي سكتي عنه تركي، يعني الأب يقول للأم والأم تقول للأب، هاي حالة أنه خطية وعيفة وشاب وكذا، هذا ليس صحيحا، لا بد أن نصادقه، لا بد أن نفهم همومه ومشاكله ونبعد عن الجو الغلط بطريقة أو بأخرى. ولكن عموما إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى أنا أدعو له بالهداية، والأخوة المشاهدين أيضا يدعو له بالهداية، وأنتوا حاولوا أن تصيرون ويا زينين، تهتمون بعاطفيا، اهتموا بالآن الشباب عندهم مشكلة عاطفية، هالاتصالات وهالتواصلات والعلاقات جاء تأثر في على حال في أخلاقهم وانتمائهم الديني. نعم. أما الأخت أم حسين تقول أنه أنا عندي أطفال 4 متوفين، 1 يومين 1 3 أيام 1 كذا، ذول لهم أضحية. أختي الكريمة، الأضحية مستحبة، الأضحية مستحبة، تدرين أن تسوين أضحية جيد، بس سويها مو حرام عليك ولا أكو أي مشكلة، فلا تكلفوا أنفسكم إن كنتم على حال أحوالكم المادية ضعيفة. نعم تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم جميعا. السلام ورحمة الله. سيدنا، هل يجوز عدم قول الحقيقة أمام شخص يكثر في سؤالي عن مستواي الدراسي، وكلما رأني يكرر أين وصلت في هذا الموضوع، كيف بطن في ذلك الموضوع، والكثير من الأسئلة؟ يعني سيدنا، أنا أخشى من كثرة هذه الأسئلة، يعني ما جاء ذلك من عبث، فهم دائما ما يذكرون يعني تطور أشخاص آخرين ويبدأون بالحديث عنهم، وتستشعر يعني في حديثهم بعض الحسد يعني مولاي، وأنا يعني راودني تأنيب الضمير لعدم قول الحقيقة في مرة من المرات. أشكرك على بصمتك الصوتية وأشكرك على صراحتك في السؤال. شوفي بنتي، ليس بالضرورة أن نحن نقول كل شيء ونجيب على كل سؤال، مو بالضرورة. يعني أنا شخصيا أقدر أتعامل ويا شخص الفضولي، الشخص الفضولي اللي دائما يسأل ودائما يعني يتحقق ويحاول أن كذا، أنا أقدر أنه أتعامل معه بطريقة اللي أخلي لي يسأل بعد، أخلي لي يسأل بعد، إما أنه أتهرب من جوابه بطريقة أو بأخرى، عفوا أنا عندي شغل الآن ما عندي كذا، واسمح لي أنه هذا السؤال ما أجاوب عليه. يمكن إنسان أن يتهرب، ومو بالضرورة أنه إحنا نسمح لأي واحد يطرح سؤال علينا أن نجاوبه حتى لو كان هذا الأمر قد يضرني ويحرجني. نعم، قد تكوني أنت ضعيفة في الدراسة وما تبدين تبينين هذا الشيء، فمو بالضرورة تقول لي لا، قولي على حال الله كريم وزين وهذا، وبالشقة وبالكلام وبالكذا أنت حسب تعبيرنا لفلف الموضوع. ومو بالضرورة الإنسان يصدق، رجاء مو بالضرورة الإنسان يصدق، بس حرام يكذب. أنا ما أكذب، بس مو بالضرورة أن أقول له الشيء الصحيح. الشيء الصحيح أن ما أقول له، يعني ما أبين له، وهذه الإحراجات في كثير من الأحيان تحتاج إلى شوية حسب تعبيرنا جرأة، كما هو جريء وكما هو عنده حسب تعبيري أنا عنده نوع من الصلافة أن يسأل كثير، أنا أيضا يكون عندي شوية من الجرأة على أنه لا أجاوبه بكل ما يسأل. نعم نعم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سيدنا السلام. الكريم، تنصح مع سورة الفاتحة دائما نشوفهم يعني يقروها غير المغضوب، يعني مثل الضاد كأنما طرأ، أنا أقرأها غير المغضوب، صحيح قراءتي؟ أنا أشكرك على بصمتك. شوفي بابا، قراءة الحمد، حمد اللي في الصلاة، لابد أن تكون صحيحة، وهذه أنا أقدر أتعلم مقاطع القراء، قراء القرآن، أقدر أستمعها أخليها على إذاني وأسمع حتى أتعلمها، والصحيحة هي هذه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما غير المقطوب، الغاء أسوي قاف ما يصير، الضاد أسويها تاء ما يصير، وإنما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي تقوليها أصح من اللي تسمعيها. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خصوص المدعين المعممين اللي جاي يطلعون بال يعني بالمواقع التواصل، واللي جاي يصير من هجمات على يعني المرجعية والحوزة، الاستهداف اللي جاي يكون لهم ولا كم شخصية تعبانة اللي هي لا انتماء لها ولا أصل ولا فصل. أتمنى تبين لنا شلون نتعامل وياهم، ويعني لأنه جاي يخرجون يعني لو بمنبر إنساني، لو بمنبر ربع الله وما أدري شنو هاي الأمور، وبالأخير هناك راح يبين كل الأمور. زين، إحنا بالنسبة لنا اليوم كشباب، كشاب عراقي هسه أنا أتكلم وياك، شلون نبدأ نتعامل وياهم؟ لأنهم هم شلون شياطين جاي يجونا بطريقة ثانية، وبالأخير هناك صار هذا الشيء اللي لا يعني لا يليق بالدين ولا بكذا، يطلع له تشوفه لو يدعي له شخصية تعبانة، لو مرجعية تعبانة، لو دولة كذا لو كذا. فأتمنى توضحون هاي الأمور. أبو حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون شيخنا؟ بارك الله فيك. قلت لك سيدنا، احنا لورياخ
جاي يسمع صوته بالتلفزيون الأخ أبو حسين، ابتعد عن التلفزيون يا أخي. نعم ابتعد عن التلفزيون حتى تتكلم معنا. نعم سيد، احنا اللوريات والحصة مالت الغاز مالتنا كل ثلاث أيام ينطونا حصة 300 لتر المحافظة. بلي. نعم، فأنا أخذ الحصة مالتي أفولها ب 120,000. بلي. إيه أروح أبيعها تجاري تقريبا تصير ب 180,000، يعني نقول نبيعها سوق سوداء. صحيح. نبيعها للمولدات أو الغير شيء للدم يشترونها. زين سيدنا شين هاي؟ أشكرك حبيبي. مجيد تفضل. نعم مجيد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ حياكم الله بارك الله بكم. سيدنا ممكن طلب بيك مرة طلبت منك كرسي متحرك. نعم. بس المرة طلبت منك كرسي متحرك ما دقيت علي. طلبت كرسي متحرك، عفوا انا ما ادري والله، ما ادري رقم تليفونك اعطوني لو لا هسه اتابع الموضوع، انا اسف جدا. خدمتك حبيبي مجيد، خدمتك. إخواني فيما يرتبط بالأخ يقول أنه هناك مدعون معممون على القنوات يتهجمون على المرجعية. شوف هو الآن حملة شديدة عموما على أهل الدين، على المتدينين، على المؤسسات الدينية، العتبات، على المرجعية. قد بعضهم يطلع بمقطع على أساسه محروق قلب، اللي يطلع له صورة امرأة أو شابة فقيرة يقول وين الكذا، وين الفلوس، وين الأخماس، على أساس هي حالة إنسانية، ولكن هو يريد يضرب المرجعية أو المؤسسة الدينية بطريقة أو بأخرى. هؤلاء في الواقع انكشفوا بالنسبة لنا، قنوات مدفوعة الثمن، جهات على حال. الإنسان المؤمن المتدين في واقع الحال يتحرى عن كل خبر يسمعه، عن كل قضية يسمعها، وطريقة التعامل معهم كما ورد في الروايات الشريفة أن شنو؟ أن نهملهم، لا نتابعهم ولا ننشر لهم ولا نعجب بهم ولا نحاول أن نتفاعل مع كلماتهم، هم يموتون. يعني الباطل إذا الإنسان يتغافل عنه وما يدير لبال هو يموت في مهدة. نحتاج أنه لا نعتني بهم ولا ننشر لهم ولا نتفاعل معهم. الأخ أبو حسين يقول إحنا لوريات عندنا وناخذ حصة غاز 300 لتر ونروح نبيعها. أخي الكريم، هذه الحصة حتى تشتغل بالسيارة، مو أنه أنت تحمل وتروح تبيعها، هذا خلاف النظام وفيه إشكال شرعي. إخواني إذا كذا أنا أعتذر لأنه أريد أنهي الحلقة، وإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. لا تنسوني ووالدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.